هذا في مدة نتاع مستعجلة، يعني تاع الديم هما من 8 تاع الليل حتى 8 تاع الصباح، ماشي حتى شي مسؤول يعني شي اختصاصي اللي مثلا اللي يخدم لي هذه البنت، رغم الاتصالات اللي اتصلوا بهم، رغم كلش. اتصلوا بأطباء في الليل؟ اتصلوا بهم، ما جا حتى شي طبيب. الطبيب تاع الليل اللي مكلف تما؟ هذاك الطبيب جينيراليست، هذاك قال لك انا اللي عيا راني درته. قال لك هذا الشيء ما نقدرش انا يعني ندير اكثر من الجهد ديالي، وفعلا هذاك طبيب عام خصو يكون تما، لان هذه خصو يجيو لها ناس اللي مختصين. خصها مول القلب، خصها يعني كارديولوج، خصها فيزياتر، خصها اللي مكلف بالانف والولاده ذاك الرعيف، لان هذه راه يعني هذه خصها حاله خاصه، هذه من نهار زادت وهي في الانعاش، سواء في الدار راه في الانعاش حاضينها، سواء في السلكه راه في الانعاش يعني حاضينها، سواء في المدرسه ديالها، سواء في الدواء ديالها ما كنعطيو لها الدواء ديالها الا باستشاره الطبيب، ولو الجرح غير شويه خصنا نصرفوا الطبيب ديالها. وشكرا.